هسه واحد يسأل يعني شنو المعرفة؟ يعني تروح على كتاب كامل الزيارات، هذا بعد ما يحتاج تشتري، تروح على جوجل تكتب كتاب كامل الزيارات، تطلع الكتاب تقرأ روايات عن فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام، تقرأ كرامات ومعاجز في الإمام الحسين، تقرأ روايات في منزلة ودرجة الإمام الحسين. اللي يجي ذريح المحاربي عند الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله كلما أذكر فضل زيارة جدك الحسين هزئ بي أولادي. اليوم أيضا بعض من الناس لما تذكر له كرامة ومنزلة ودرجة لأهل البيت ما يتحمل، يقول عمي هذا غلو، هذا كلامكم في أهل البيت غلو، لأن عقل هذا هو عقل لا يستوعب، هو لا يفهم أهل البيت، هذا يروح إلى المحل، هذا يروح إلى الدائرة، عقله بالدائرة ما عنده استيعاب، ما عنده وعي. الإمام الباقر يقول تتصورون مضمون كلام الإمام أن رسول الله يكلم الناس بحق عقله؟ لا والله، رسول الله يطي الناس على قد عقله، شايفين يقول له هذا يطي على قد عقله، رسول الله يتكلم مع الناس على قد عقلهم، لا يتكلم بمنتهى عقله مع الناس، لأن الرسول عقل الكون جمع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذه المعرفة شي يقول له؟ يقول له يا ابن رسول الله كلما أذكر فضل زيارة جدك الحسين، لأن الروايات لما تقروها في زيارة الإمام الحسين الإنسان يتوقف ويستغرب شنو هذه المنزلة، بل نقول ما هذه الخصوصية التي جعلها الله تبارك وتعالى لسيد الشهداء سلام الله عليه. فالإمام شو يقول له؟ هسه الإمام ما يجيب له أدلة ولا براهين ولا مقدمات منطقية صغرى وكبرى ونتيجة بدون أدلة، يقول الإمام له دع الناس وكن معنا. هذا كلام البسطاء من الناس، إن إحنا نعتبر نفسنا من البسطاء من الناس، يقول لك يا بكن معنا ودع الناس وكن معك بالناس، هذا كلام تعتقد به؟ تعتقد به، هذه العقيدة صحيحة. وإلا اليوم يجي واحد لأنه يعرف لك كلمتين يتفلسف في قضية عقيدتنا وانتمائنا لمدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. الله تبارك وتعالى عصا خشبية، إرادة الله تعلقت تحولت إلى ثعبان كبير، أكلت آلاف سحر السحرة. تصورت ساحر واحد، شلون السحرة آمنوا برب موسى؟ كيف آمنوا بالله؟ لأنهم وجدوا برهانا يعلمون أن الإنسان عاجز عن ذلك، لذلك آمنوا بالله. فترى أن عصا واحدة خشبية بإمكانها يصير ثعبان عظيم عند الله، نعم عند الله بإمكان أن تكون هذه العصا يضرب بها البحر فتنفلق. إرادة الله تتعلق، نعم ممكن إرادة الله تتعلق، كما القرآن يقول أن إرادة الله تتعلق شق القمر لرسول الله، حدث ولا ما حدث؟ حدث، شق القمر وأرجعه في مكانه. يقدر هذا الشيء رسول الله يسوي أو لا؟ في نعم في إرادة الله. رد الشمس لأمير المؤمنين ممكن ولا مو ممكن؟ نعم ممكن. الآن في بغداد، في بغداد مسجد براثة رايحين، شايفين هذه الصخرة اللي قلعها الإمام أمير المؤمنين، وإلى الآن هنالك ماء زلالا، الناس يستشفون من كثير من المرضى اللي ما لهم علاج. الطب الحديث يقول أنا ما أقدر أعالجه، ولكن بهذا الماء صبوا ماء على الصخرة. اليوم لما تروح على العلماء الأطباء يقول لك هذا كله ميكروبات، شلون يشربوه؟ الناس بعقيدتها شالوا الماء صبوه على الصخرة وشربوا شربوه، الأعمى فتح عينه والأخرس صار يتكلم أكثر من هذا بعد. شنو تسمون هذا الشيء؟ يعني الله يرد يقول أيها الإنسان مهما بلغت من قوة وقدرة وعلم أنا أقدر منك. لما جاء عيسى بن مريم جاء في عصر الأطباء، الله اعطاه كرامة، الأطباء كل شيء يعالجون إلا الموت، إذا واحد مات يقدرون يرجعوه ما يقدرون. الله اعطاه هذه القدرة لعيسى، قال يا عيسى أنت تحيي الأموات بإذني، فكان يحيي الأموات بإذن الله. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن نعم. فإذا الله الذي أعطى لنبي الله سليمان هذه القوة الهائلة وأعطاها منطقة الطير، وأعطى لعيسى ولموسى ولنوح والأنبياء هذه الكرامات، لا يعطي للإمام الحسين هذه الكرامة وهذه المنزلة
أن الإمام الحسين قدم بلاء وابتلاء. اسمعوا نقطة مهمة جدا، البعض يقول لماذا هذه الخصوصية العظيمة لسيد الشهداء؟ الخصوصية كما في بعض الروايات أن هذا الابتلاء الذي جرى على الإمام الحسين عرضه الله على الأنبياء والأوصياء والأولياء، فلم يتحمله أحد وتحمله الحسين. لذلك الإمام بتلك الحالة من الجراحات والألم يرفع يده إلى السماء يقول إلهي خذ حتى ترضى.